ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حل الخبير البيولوجي ذو الأصول المغربية منصف السلاوي بمدينة مراكش قصد قضاء إجازته، حيث شوهد وهو يتجول في الأسواق العتيقة للمدينة الحمراء، والتقط عدد من المواطنين صورا تذكارية بساحة جامع الفناء ومحيطها مع الدكتور. ويشار إلى أن الدكتور سلاوي استقال من منصبه مستشارا رئاسيا لعملية راب سبيد الخاص بتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وجدير بالذكر أن مدينة مراكش صارت ملاذا للنجوم والمشاهير العالميين الذين يتقاطرون طيلة السنة لقضاء عطالهم بها، وكذا للاحتفال بمناسباتهم الخاصة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.